وسماء علماء لحما رب السماء علماء علماء الكرماء علما سما وسماء علماء لحما رب السماء قسما بمن أعطى ومن كل مؤمن به افتتن لا يرى به أولى الفحن حب أحمد قلب سكن وكتى علي المؤتمن وابني الحسين والحسن علم العلماء كرما علما سما وثما علما إن جبرت كسر قلبي أنتم أهل الذمام أو هجرتم يا حبايب فعلى دنيا السلام أو هجرتم يا حبايب كل من يعشق محمد في أمان وسلام كل من يعشق محمد في أمان وسلام الله وجنته وردتان كالتهان بين سمعه وفؤاده برزخ لا يبغيان بين سمعه وفؤاده برزخ لا يبغيان الله 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 الله
فأرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المطرد سيد الروس الكرام أحمد المطرد سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد هو يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد ويا عظيم الجا يا محمد يا محمد يا عظيم الجا يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد ألف صلى الله عليك يا محمد ألف صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد ألف صلى الله عليك يا محمد ألف صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد
نور المصطفى نور المصطفى ما لا الأكوان ما لا الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد الله 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 نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين محمد محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا الله يا بديع بلغنا جميع يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرة الشفيع خير الثقلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان محمد 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 خير المرسلين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين محمد أشرف الأعراض والعجم يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك سلام عليك سيدي يا نبي إمام الحرمين محمد بسط المعروف جامعه يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي محمد تدرس للتاريخ
يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم محمد ثابت مقاطع حافظه يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم محمد روي بالنور طينته يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي محمد خير خلق الله يا نبي يا إمام الحرم سيدي يا إمام الحرم سيدي يا إمام الحرم يا نبي يا إمام الحرم سيدي يا إمام الحرمين 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 رجال الله رجال الله أعنونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله رجال الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله ببسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب تقصدنا كرام الحي وزادتنا
صلينا مع الأحباب وطارت بيننا الأكواب شرفناها ببسم الله رجال الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا أتيناكم وللأبواب جئناكم وفي أمرهم قصدناكم فشفتوا عزمنا بالله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله يا أقطار ويا أوتاد ويا أسياد ويا أبدال أجيبوا يا ذوي الإمداد وفينا فاشفعوا بالله رجال الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله قصتنا كرام الحي وزاد النار أهل الغي وما لنا من رب الحي سواكم يا رجال الله رجال الله رجال الله أعيننا بعون الله وكونوا عونا لله عسى نحظى بفضل الله فيا أقطاب ويا أسياد ويا أوتاد ويا أبدال ويا وكونوا عونا بالله عسى نحظى بفضل الله فيا ربي بسعدك حققني مرادك عساك بشارك ويقوى فلا لله عسى الله رجال الله عينونا بعون الله وكونوا عونا بالله عسى نحظى بفضل الله رجال الله رجال الله عينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala open a window for his servants to reach their goal which they are looking for and everyone goal is to be in the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam and to be with these rijal Allah rijal Allah a'inuna bi'aunillah wa kunu 'aunana billah asa nahza bi fadlillah oh the men of Allah help us and support us Those whom you were calling just now, they have appeared, many of them. And they came looking at all of us, and that's why that in the last 5 minutes, there was some kind of, goosebumps. You feel that pleasure of their appearances. And also we were in the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam in Rawdatul Sharifa. There they have taken us all in the last 5 minutes. So we don't know when these doors or windows are opened. And that's why the importance is to keep doing these things because sometimes it happens, sometimes it might not.
So you don't know when it happens. But continuously doing and reciting and praising Allah subhanahu wa ta'ala, that for sure is going to happen at a moment. And we don't know when it was that moment and when it is that moment. Alhamdulillah, tonight we have a moment of that precious divine being appearances. And that's why the Maulana ordered me to sit, to observe and to feel that presence that was present here. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. Amen. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide us. Amen. And your coming here is not coming for wasting time. Maulana Sheikh Nazim, may Allah bless him, in the late 70s, he said in one of his books, lecture in Sri Lanka, I'm going to put in the Midwest a Qibla that everyone will come from this continent to reach to his destination that he is looking for, means to seek the journey to Allah subhanahu wa ta'ala's presence. And after like 20 years of what he has said, suddenly out of the blue we took this place here, not this one, but we took a place here that became a place for like a Qibla. It's not Qibla of Mecca, but a place that you come and you feel that presence. In 1993, Maulana Sheikh, may Allah give him long life, came to America specially to open that place. And Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala granted and honored us with his favors and endless favors. May Allah bless you, and may Allah make for every step you came from, wherever you came, to reach here, how many footsteps you have crossed. On the number of your footsteps, Allah subhanahu wa ta'ala multiply with thousands and thousands more. For your reward, you are coming for the love of Allah, love of Prophet, and love of Awliya Allah, love of Maulana Sheikh. May Allah forgive us all for the fact. Okay, now we'll see you tomorrow, inshallah. And the salam is enough.